ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. يا ريت نضغط على لايك وشير واشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، ونشير الفيديو لأصحابنا وأصدقائنا وأهالينا. وألف شكر على دعمكم ليا والكومنتات الحلوة اللي أنا بشوفها ديت. النهاردة عاوزين نعمل مع بعض غسيل السجاد بطريقة بسيطة خالص وسهلة. أول حاجة إن أنا بخرطوم كده، دي نموذج أنا جايبة المشاية، دي نموذج يعني للغسيل بتاع السجاد كله. في سجادة بتبقى عريضة وطويلة، وطبعا أنا عندي السجاد أكبر من كده، بس يعني النموذج اللي هي عشان الرسالة بس توصل أديك الفكرة وأديك المعلومة. أول حاجة إن أنت بتجيب الخرطوم والسجادة بتبليها مية، وبعدين تاني حاجة هتجيبي بولة زي ديت كده وهحط برسيل، يعني أو أي مسحوق عندك أنا هحط برسيل أهو. بصراحة أنا ما بحبش أغسل السجاد باللي هو الجل، برسيل جلي، لأن ده فيه حبيبات فوارة بتطلع الوسخ أهم شوية، يعني على قد المشية كده. فيه شامبو للسجاد، أنا ما عندكش شامبو ما تصعبش على نفسك، تحط الشامبو اللي هو العادي ده هيخلي الحته حلوه. وطبعا الشامبو بيخلي اي بقعه بتطلع من السجاده، وهزودهم ميه شويه ميه يعني يبقوا مركزين كده اهو. وبعدين هصب عليها هو الخليط ده اهو كلها كده، اللي هو الاومو والشامبو. وبعدين هجيب المساحة دي، انا طلعت منها دي بتطلع، طلعتها بالبنزة بتطلعيها او بتشدها بايدك. واحسن حاجة بقى طبعا نجيب اللي هي الفرشة بتاعت البلاط ولا الكلام ده، بتروحي عاملة وانت ماشية كده اهو وبتروحي عاملة كده اهو وانت واقفة، يعني تغسلي السجادة وانت واقفة ما تتعبيش نفسك. شايفة الوسخ اللي طالع اهو، في 5 دقايق تخلصي السجادة بدل ما كسر الظهر وتفضلي تعبانة اهو كده. حتى الأم شوفي الأم طبعا شوفي خليها زي ازاي، المسحوق بيخليها زي اهو، وانت واقفة بدل ما تقعدي وركبك توجعك وظهرك تقعد. دي احسن حاجة. تاخد الوسخ وانت واقفة بدل ما تقعدي اهو ورجليك بتوجعك، ويبقى غسيل السجاد كده اللي احنا بنشيل همه يبقى سهل خالص وبسيط وانت واقفه اهو. وطبعا المسحوق بيساعد معايا وبيدي ريحه، والشامبو اهو. والاخر هاشطفها واروح مرجفاها باقي كده اما تتصفى، وتروح احطها في حته فيها شمس وكده. كنت حبيت اوصل لك الفكره. واخيرا لا ننسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وألف شكر لحضراتكم.